السلام عليكم ورحمة الله. Welcome again dear pupils in grade 7. Now activity book or اللي هو الورك بوك نفسه lessons 2 and 3 الدرس الثاني والثالث. المين ايدياز الفكرة أو الأفكار الرئيسية كل درس أنتم بتاخدوه كنا بناخده إله فكرة رئيسية إله أفكار. هلأ هنا إحنا مطلوب منا summarize نلخص the passage الفقرة أو القطعة in the student's book by completing the main ideas بإكمال by completing إتمام أو إكمال the main ideas الأفكار الرئيسية in this table هذا التابل وهذه الأفكار الرئيسية في إل هنا preparing التحضير التايم plus the distance التايم الوقت والديستانس المسافة السين هنا السين معناها المشهد شو كان كيف كان هنا سي the take of this trip الإقلاع للرحلة إقلاع أو وقت الإقلاع للرحلة والإقلاع كيف كان landing الهبوط landing إذن landing opposite of the take off take off إقلاع landing هبوط هذول opposites لبعض الconclusion النتيجة conclusion النتيجة أوكي شو اللي صار بالنهاية تمام هيك هلأ يا مس خلينا نشوف on January كان ال preparation time وال distance time هنا 7th 7th مش 9th 7th السابع من جانيوري 1985 بلانشارد اند جيفيرز اللي هو هنا شو عملوا هنا prepared themselves حضروا انفسهم for the trip للرحلة مش سباق هو رحلة in the channel القناة هنا channel sorry in the balloon balloon مش طائرة balloon balloon المنطاد across the English English channel عبر أو في عرض اللي هي القناة الإنجليزية from Dover من دوفر اللي هي السيتي حكينا في بريتين to the اللي هو حكينا إيش ال French side ال French side الجانب الفرنسي ال French side a distance of about 40 kilometers 40 kilometers a distance of about كانت حوالي 40 kilometers then this is اللي هي حكينا preparation preparation التحضير للtime والdistance المسافة والوقت كيف كانوا وشو كانوا وشو عملوا هلا السين المشهد people were شو صار كانت الناس ايش excited مندهشة about balloons ومستغربة They came to watch, مش play, يراقبوا the take off, الإقلاع. كانوا جايين يراقبوا الإقلاع. The pilots, الطيارين, were anxious, anxious, قلقين, worried, anxious, anxious. That if they failed, إذا فشلوا. The crowd, crowd, الجمهور, might tear, tear, كانوا إذا فشلنا. الجمهور might tear their balloon منطادهم to pieces لقطع صغيرة هلا the take of the okay نكمل هنا of the trip it was winter time كان winter مش summer الوقت كان winter the take off الإقلاع was successful كان ناجح But soon, ولكن حالا, the pilots, الطيارين, faced a problem, واجهوا مشكلة. The balloon began to, إيش حكينا ينزل. Go down, مش go up, go down. هاي down موجودة, ينزل يعني يهبط. Even though, بالرغم من they threw, رموا, away everything overboard. على متنها, مش overland على أرض, على الأرض. على متن هالبورد المتن متن السيارة متن العفوا الترين القطار متن الطائرة متن البالون متن الشيب بورد just as they ايش touched لمسوا the sea مجرد ما لمسوا البحر الباسكت مش حكينا الأمواج مسكت الباسكت the balloon suddenly شو صار go إذا began to rise began to rise بدأ بالارتفاع landing الهبوط they reached وصلوا
The French side, الجانب الفرنسي safely بأمان, but were cold, very cold, كانوا كتير بردانين, very cold, مش hot. Conclusion, النتيجة, the trip was not comfortable, ما كانت مريحة, but it gave, أعطتهم إيش, hope, أمل, أعطتهم أمل, that man would be able to إيش, fly, مش sail, يبحر, fly. حلو كتير هذا السمرايز التلخيص. اوكي مس, اوكي ليتس كونتينيو ذا نيكست بيج. عندي هنا opposites, opposites المضادات, يعني الكلمة ضدها, match each word in A with its opposite meaning in B, الكلمة ضدها في المعنى. احنا طبعا احنا انا هنا في matching, بس انت بتحط الرمز يا مس. اوكي الرمز بتحطه تماما هون, تمام, اللي هي في عندي ترتيبهم, بدك تنتبه للكتاب, الكتاب عندك بيختلف عني. انا بقرا الكلمه وانت دور عليها بالعمود الاول بالفيرست كولوم عند الـ A. cheer يشجع, حكينا cheer يشجع, go down يهبط ينزل, comfortable مريح, lighten يخفف, take off down الاقلاع, take off down يعني الاسم اقلاع, go well يسير على ما يرام, disappointed محبط, disappointed محبط يعني تفشل زي ما بنحكي, landed landing هبوط, tough or hard اللي هي حكينا احنا الشيء الصعب والقاسي, rise يرتفع, break down ايش حكينا عنها, هذه اللي break down حكينا احنا ايه يعني يتكسر يخرب الأمر, يعني يخرب الأمر يعني يبطل منيح, جير هنا جير معناها يا مس يسخر, يسخر يعني في ناس بتشجع وناس بتسخر, فإحنا بدنا نعرف إنه هذه تشير يشجع, جير يسخر, شوفوا مناسبين لبعض, بس حبيت إنه أتأكد لكم منها. هنا pleased مسوره hopeful كله أمل, اللي هي حكينا disappointed هيها pleased disappointed, الopposite pleased مسرور و hopeful كله أمل, increase weight يزيد بالوزن اللي هي إيش حكينا lighten يخفف, هياتها هيك إجي على بالي أنا حرة بشم من فوق لتحت بس انت عارف المعاني, go down يهبط ينزل, طبعا rise يرتفع, comfortable مريح اللي هي tough or hard صلب وقاسي وصعب. اوكي ضل عندي take off اقلاع, landing هبوط, landing هبوط, go well يسير على ما يرام, واللي هي ال opposite break down يتفشل يعني او انه الامر مش good, هيك معناهم بالانجليش. تمام يا مس, اوكي اوكي لانه هذه راح تروح هلا. اوكي هلا بدي ارفع هذه يا مس, تعرفوا ليه؟ لاني بدي اخفف لكم شوي. اوكي تمام تمام خلاص تمام تمام يلا. هلا activity number 3, change the following past sentences into past progressive. عندي بدي احول الجمل من past التصريف الثاني sentences into past progressive للماضي المستمر, يعني was or were plus ing. اوكي هون كلهم ماضي simple past تصريف ثاني, بدنا نحولهم قلنا ل past progressive يعني was or were plus ing. علي walked to school at 7 o'clock. علي was walking to school at 7 o'clock. علي singular بتاخد was والفعل walk برجع الأصل بس بضيف له ing. بكمل. تمام. Huda helped her mother in the kitchen at 8 p.m. Huda was helping her mother in the kitchen at 8 o'clock p.m. بس حطينا Huda singular, أخدت was, الverb رجعناه لأصله help, ing. The children cheered at the fireworks at 9 p.m. 9 o'clock p.m. cheered يعني شجعوا الألعاب النارية fireworks الساعة 9 شجعوها وصرخوا صاحوا عليها. The children جمع where بتاخد cheering
وير تشيرينج، التشير بترجع لاصلها بتبطل سمبل باست، برجعها لاصلها بضيف لها اي ان جي. وبنكمل وي هاد لانش وين ذا تيليفون رانج، هاد هادي تصريف تاني بتصير وي وير جمع هافينج لانش، وي وير هافينج لانش وين ذا تيليفون رانج عندما قرع الجرس. هلا ماي ماذر فيد ذا بيبي، كانت اطعمت امي، فيد اطعمت ماضي فيد سمبل باست اوف فيد يطعم، فيد اطعمت ذا بيبي الطفل. وين ماي فادر كيم باك فروم ورك، هلا شو بتصير ماي ماذر واز فيدينج ذا بيبي وين ماي فادر كيم باك، وهيك يا ربي انه اوكي نس كل صفحة لحال ما عليه، المهم انه تمام الامور وان شاء الله تستفيدوا من الاجابات، راح انزل لكم اياها ان شاء الله. اوكي يا مس، this is the end now of lesson 2. خلينا زي ما قلنا نقسم lesson 2 ولسن 3 لقسمين لانهم كتير طوال، ما بدي اطول فيكم عليهم. خلص صفحتين ل 2 صفحتين ل 3. اوكي مس، see you ان شاء الله، goodbye.